عزيزي، المشكلة في إدارة أوباما الثالثة هي القيادة من الخلف. هذه المقولة التي قيلت إبان اشتداد أوار الحرب على سوريا وفي سوريا. كان هناك نوع من القيادة كان يعتقد، وهذا حتى في علم الميكانيكا لا يجوز، لا تستطيع أن تقود قاطرة من الخلف بهذه الطريقة. الأحداث تصبح أكبر من أن تتحكم بها. هذه مشكلة إدارة أوباما. عندما قام الرئيس ترامب بالتعامل مع الإرهابيين هو يضرب بشراسة، حتى يفتقد للغة الدبلوماسية كان بالتعامل، لأنه لا مجال أن تفاوض إرهابيا أو مارقا إلا من موقع قوة. حتى تصريحات ترامب أمس في نيويورك، وكانت صورة مفارقة كبيرة بين كيف بدأ بايدن وأوباما وكلينتون وجورج بوش الابن، وكيف بدأ بالمقابل ترامب، بين في معقل الديمقراطيين اللي هي ولاية نيويورك كيف كان وسط مؤيديه وعلى رأسهم المعنيين أكثر بقضية 11 سبتمبر، وهم رجال الشرطة ورجال الأمن. عندما قال بأنه ذكر أنه خاطب عبد الله من قادة الأفغان وقال له أني أعلم أين تسكن وأعلم أين تسكن أسرتك وأني سأضربك على نحو لم تضرب به دولة في العالم من قبل، هذا تهديد ضمني حتى باستخدام السلاح النووي. هذه هي اللغة التي يفهمها كل إرهابي، سواء كان نظام أو تنظيم أو شخص بقيادة التنظيم. هكذا تعامل مع سليماني، هكذا تعامل مع البغدادي، هكذا تعامل مع العديد من رموز القاعدة، هكذا فعل بإدراج الحوثيين على أحد الإرهاب. وأول ما قامت به إدارة أوباما الثالثة رفع الحوثيين على أحد الإرهاب. هذا النفاق، وأنا آسف، مع الاحترام لمقام رئيس الولايات المتحدة ومع الاحترام لكل من يتولى قيادة جهاز أمني أو عسكري، ولكن ما هذه المصادفات؟ الذي أشرف على الانسحاب من العراق هو نفس وزير الدفاع الأمريكي الحالي الذي أشرف على الانسحاب من أفغانستان. هناك شيء أكبر من أن يستتر من تفاصيل تؤكد أن هناك نية ليست ببريئة بإحداث نوع من الفوضى أو العنف الذي يساق باتجاهات يعتقد البعض بأنها ستعجل وتسهل من الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. ولكن ما الذي أتى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط؟ هذا السؤال الأكبر إذا كنا ننظر للأحداث بسياق التاريخي. من الأسباب الموجدة كانت هي الطاقة والتحالف ما بين دول الخليج والسعودية تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية، الأساس فيه هو الطاقة، أمن البترول. الآن معادلة الطاقة تغيرت في العالم، ولكن من الذي استطاع أن يحقق الاستقلال الأمريكي بالطاقة؟ كان ترامب. لذلك عندما قال بضرورة الانسحاب وإنهاء الاستنزاف الأمريكي نحو 8-7 تريليون دولار أنفقت على الشرق الأوسط في هذه الحروب اللامتناهية، لكنه عندما قال بانسحاب قال انسحاب من موقع القوة. لذلك لم يقتل جنديا أمريكيا واحدا بأفغانستان عندما كان ترامب بالسلطة. عندما أتى بايدن واجهة لأوباما الثالثة، طيب، رأينا الكوارث تحل بأفغانستان، رأينا الآن الوجه الخبيث المخادع يطل مجددا، تارة بابتزاز مصر، تارة بابتزاز السعودية، طيب، تارة بابتزاز العراق. الذي يجري هو تفاهمات يريدون بأي ثمن أن يحققوا اتفاقا مع إيران، يراه البعض قد يكون على حساب بعض الدول العربية كما هو الاتفاق مع تركيا. ولكن السؤال الآن، هل استفادت الدول العربية من دروس الماضي؟